اليوم بدي اورجيكم جيم اسمه الشورت هايك. الشورت هايك هي لعبه انت بتكون ماشي بهي السياره وبتروح وبتعدوا بمخيم. اوكي حتلعب بهي الجيم انت شخصيه كلير اللي هي وهذا الغراب بدري بطريق ما بعرف شو هذا، واللي حتحاول انك تروح وتستكشف هذا المكان وتحاول انك تلاقي فيه اشياء، تحكي مع عالم بتدور على شغلات. يعني هون مثلا في ريشه فوق بدي احاول اشوف اذا فيني اجيبها. يعني هون مثلا هيك لا اوعى يجي هيك مثلا ما قدرت اوصل. تعال نجرب مره ثانيه. لا اظن لازمني شيل حتى يرفعني كمان. المهم فانت حتى تيجي تستكشف اوستر سنتر بي مدري شو ترايل وتحاول شو انك تحاول انك تلاقي شيء تستفيد منه. يعني هو مثلا اخذت الشفل وتحاول تدور بهذا المكان انه والله ممكن الاقي اشياء، لما ممكن احكي مع عالم خلص كوستات. يعني هون مثلا هاي هيك ممكن احفر هون وطلع شغله بس ما في شيء. هون مثلا بقدر احكي مع هاد، هاي واتس اب كان يو سيل مي ا جولدن فيذر شور هير يو جو. اعطاني اياها بتسعة لا مو بتسعة بأربعين. بوي كيم باي ايرليير حلو. هاي مثلا حتخليني اني اقدر اتسلق اشياء. فاوند ا جولدن فيذر هاي واحدة تانية. هون مثلا بقدر صار فيني اتسلق لما كل ما تلم اشياء صار فيك تعمل شيء جديد فبتصير بتقدر تتسلق وتحاول تستكشف. الجيم هاي هي جيم رواء، جيم للناس اللي ما بدها تتعب حالها كتير، خاصة إذا عم تلعب شغلة مثل دوم مثل ما أنا عم بلعب هلا. وبعدين حسيت إنه الموضوع عامل لك ستريس بحياتك، فهي ممكن تلعبها شوي وتتغير شكل. لا بس هون أوب مصاري، هاي مصاري فيني أخذها لأستعملها لأشتري فيها أشياء. واحد اثنين ثلاثة وان تو ثري وان تو ثري. اوكي وين صرت؟ هدول مثل استامنا ببريث اوف ذا وايلد فيك تعتبرون الفيذرز. اوكي تحاول تيجي تحكي مع الناس، هذا مثلا ليكو عم يركض تحاول تعمل معه تحكي معه كلمتين اذا قدرت تمسكه. اخ اي هيت لايك اوكي فاين. هو شو عم يعمل ما بعرف بس مو مشكلة. في شيء هنيك تحت ممكن لاقي. هات لالا خلينا نشوف نعمل جلايد. في في هون ذهبة فينا نجيبها نطلع لفوق. اي استامنا خلص وقع. طيب مو مشكلة. في هون تشست. اوكي يعني هي الجيم، هي فكره اللعبه بس ببساطه. شغله ظريفه يمكن للولاد. هلا بصراحه الجرافيكس تبعها مع انه كيوت انا عملت لي مخي مشكله بمخي شوي. الجرافيكس ما عجبتني يعني بصراحه. هي صح هي بيكسليتد بس كان ممكن عم يحاولوا يعملوا فيها شيء انه شيء فظيع. هي فعليا ما لها بيكسليتد، هن دي بيكسليتد بعدين يعني عملوا جرافيكس عاديه وراحوا عملوا لها بيكسليشن فطلع المنظر هيك which is okay. I think انه يعني شكله مميز بس انا شخصيا ما عجبني. بس هذا انا شيء شخصي يعني ما دخل الناس فيه. اطلع لفوق خلصنا. ايه ناخذ هاد وناخذ هاد ونحاول شو نحفر فيهم. اخذ هاد كهف استكشف الكهف. اوكي فهي الفكره انك شو انك تستكشف هذا المكان وتحاول تلاقي فيه اشياء. اظن هذا المكان اللي كنا فيه قبل شوي. يب هون بلشت. اوكي فيك هون تيجي تختار الغرض اللي معك لحتى ترجع تستعمله. مثلا هاي هون اكويب. عندي الكنترولر انا عامل له انه ترد علي بسرعه ف
مرات إذا نترت نتر بتقوم ترجع، فبدي انتبه. طيب مانيز أوكي، هي فكرة الجيم بس أشورت هايك، هي فكرة أنك تتمشى وتحاول شو أنك تحل المكان هذا وتستكشفه وتحاول تجيب أشياء. هو يعني كان بيسوى يكون في خريطة مثلاً أو شيء تستعمله، بس it's okay it's okay يعني حلوة رخيصة هي بنت حلال. وإذا عندك مثلاً ابنك بشي محل وحابب تلعبوا إياها تعال حط له إياها ابنك أو بنتك. إلك إذا أنت يعني كتير زلمة تبع ألعاب تقيلة ما بتصحك بهذا الشيء. أوكي بس بس Hey, what's your painting? You can tell it's supposed to be a coastline, though trying to go for a more abstract look. I think I can see it now. It's still a work in progress. I know if I like where it's going. Okay, blah, 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 blah. Trying to find the right inspiration, blah, 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 blah. وهكذا وبلاه. All right. شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ونشوفكم بعدين. سلام.